بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، مشاهدينا الأفاضل، أحبتنا، أوفياءنا، إن كنتم تحية عطرة لكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء أقول الخميسي المبارك الذي دائما يجمعنا وإياكم وضحى القناة في رحاب القرآن والسنة. كما تعودتم كل خميس دائما في فقراته المتميزة، فنتمنى إن شاء الله تبقوا معنا حتى نهاية هذا الموعد، حتى منتصف النهار بحول الله تعالى. إذن يومكم مبارك أسعد ومعطر بذكر الله دائما إن شاء الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نستفتح مع أذكار الصباح ونبدأ معا إن شاء الله. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم نسألك في هذا الخميس الطيب المبارك إن شاء الله فتحه ونصره وبركته وهداه إن شاء الله يا رب، وربي يوفقنا ويوفق الجميع إن شاء الله لما ترضاه دائما يا رب العالمين. إذن بداية موفقة لهذا اليوم إن شاء الله وطيبة مباركة بحول الله تعالى. إطلالة سريعة على أحوال الطقس وعلى أهم الأنباء خلال هذا الأسبوع مع زميلة سلمى مقبل. يسعد صباحك سلمى. أسعد الله صباحك يا زميلتي نوال، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنباؤنا مشاهدينا لهذا اليوم الخميس نستهلها من صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد للشروط الواجب استيفائها في الأشخاص أو العائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل الذي يوجد في حالة خطر. وفصل المرسوم التنفيذي رقم 7019 في جملة الشروط الواجب توفرها في الشخص الجدير بالثقة، وهي الجنسية الجزائرية، التمتع بالأخلاق والسيرة الحسنة، التمتع بكامل للحقوق المدنية والسياسية والقدرة الجسدية والعقلية وكذلك القدرة المادية. تم بالجزائر العاصمة تدشين معرض الموروث الثقافي غير المادي بإفريقيا، حيث تم عرض عناصر تخص التراث غير المصنف ضمن التراث العالمي للإنسانية، وذلك عبر لافتات إعلامية وفيديوهات. ونظم هذا المعرض بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة، ويضم صناعة الفخار من مختلف البلدان الإفريقية وغيرها والموروث الثقافي المشترك، ويستمر إلى غاية 6 جوان المقبل. نبقى مشاهدينا في الأخبار الثقافية دائما، حيث سيشارك أكثر من 100 شاب خطاط من مختلف مناطق الوطن في الطبعة 10 للورشة الوطنية للخط العربي والزخرفة بندية، والتي ستجرى من 25 إلى 28 مارس. وستجمع هذه التظاهرة التي ستحمل شعار الفن إبداع وقيم خطاطين مبتدئين بمختلف المؤسسات المدرسية. أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن المبلغ الذي سجله صندوق الزكاة لهذه السنة بلغ 800 مليون دينار جزائري، وقد عرف الصندوق ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية، وأمرت الوزارة بتوزيعها على العائلات المحتاجة عبر حسابها البريدي. دعا الديوان الوطني للحج والعمرة الحجاج المعنيين بموسم حج 2019 إلى دفع تكلفة الحج كاملة والمقدرة ب 56500 دينار جزائري بما فيها قيمة تذكرة السفر، وذلك على مستوى فروع بنك الجزائر المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن. وأوضح المصدر ذاته أنه ينبغي على الحجاج أن يكونوا مرفقين أثناء دفع تكلفة الحج باستمارة الفوز بقرعة الحج وجواز السفر البيومتري وشهادة الفحص الطبي.
ونبقى مشاهدينا في الحج دائما وفي إطار تنفيذ برنامج الحملة التحسيسية الخاصة بموسم الحج 1440 هجري 2019 ميلادي. تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في كافة ولايات الوطن عن فتح مراكز للتكوين وتدريب الحجاج عبر المساجد الرئيسية للدوائر والبلديات. وبهذه المناسبة يدعو الديوان الوطني للحج والعمرة جميع حجاجنا الميامين الحضور للاستفادة من أجل أداء مناسك الحج بطريقة سهلة وصحيحة والعودة بالزاد الكامل من البقاع المقدسة. إذن مشاهدينا هذا ما لدينا من أخبار لهذا اليوم، نلتقي بكم بعد هذا الفاصل لنطلعكم على إطلالة سريعة للأحوال الجوية. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس. إذن مشاهدينا مرحبا بكم مجددا في الأحوال الجوية اليوم الخميس 30 من جمادى الثانية سنة 1440 هجري الموافق للسابع من مارس 2019. إذن نشاهد تحسن في أحوال الطقس، حيث نسجل طقس مشمس في كامل المناطق الشرقية، ودرجة الحرارة تتراوح من بين 18 درجة إلى 25 درجة هذا في النهار. أما في الليل فتتراوح درجة الحرارة بين 6 درجات في سطيف إلى 11 درجة كأقصى حد ببسكة. إلى المناطق الوسطى الآن كذلك تشكل أجواء صحوة مع تشكل بعض الغيوم، ودرجة الحرارة تتراوح بين 17 درجة بالمدية. أما في الليل فتنخفض إلى 8 درجات بالمدية وكأقصى حتى 13 درجة بالجزائر العاصمة. إلى المناطق الغربية الآن حيث تشكل بعض الغيوم مع تساقط بعض الأمطار، ودرجة الحرارة تكون بين 9 درجات في سعيدة إلى 16 درجة في وهران. أما في الليل مشاهدينا فتنخفض درجة الحرارة إلى 5 درجات تحت الصفر كأدنى حد في سعيدة. نعم إلى المناطق الداخلية الآن والهضاب العليا حيث نسجل 17 درجة في تيال، 16 درجة في الجلفة، 26 درجة كأقصى حد في ورقلة، 24 درجة في غردايا. أما في الليل فنسجل أمطار في تيال مع 5 درجات وفي 8 درجات بالجلفة. إلى المناطق الصحراء الآن حيث نسجل 20 درجة في بشار، 29 درجة في أضرار، 22 درجة في تمنص، 29 درجة في إليزي و23 درجة بتندوف. أما في الليل مشاهدينا فتتراوح درجة الحرارة بين 9 درجات في بشار إلى 11 درجة في تمنص. إلى سرعة هبوب الرياح وحالة البحر لهذا اليوم، حيث نسجل 23 كيلومتر في الساعة في المناطق الغربية، 30 كيلومتر في الساعة في المناطق الوسطى. ننهي مشاهدينا الكرام نشاطنا الجوية بوقت شروق وغروب الشمس ليوم الخميس 30 من جمادى الثانية، حيث كان الشروق في 7:10 دقائق، فيما يكون الغروب بحول الله في 6:46 دقيقة. هذا كله مشاهدينا والله أعلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس. وككل يوم مشاهدينا ننهي فقرة الأنباء بتذكيركم بالمواعيد التي ستشاهدونها اليوم على خامسة التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. في الرابعة مساء تلتقون والزميلة راضية دافي وحصة مفاتيح. في السادسة تلتقون على طاولة الإفتاء وحصة هلا سألوا. في السابعة ونصف يأتيكم البرنامج الضخم لقناة القرآن الكريم، البرنامج التنافسي القرآني ليوم الخميس. في السابعة ونصف برنامج تاج القرآن الكريم. أما في التاسعة فتلتقون مع الزميل محمد صالح واشم وحصة المحجة البيضاء. متابعة طيبة على قناة القرآن الكريم، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوسطية والاعتدال.
مشكورة زميلة سلمى على هذه الإطلالة السريعة في أحوال الطقس والأنباء، وأيضا لأهم المواعيد المنتظرة لهذا الخميس على قناتكم الطيبة قناة القرآن الكريم. نذكركم فقط بأركان اليوم في ضحى الخميس في رحاب القرآن والسنة، طبعا بعد قليل مع المهر بالقرآن طبعا، ولمن يود المشاركة معنا في تصحيح ممكن أخطائه في أحكام التلاوة فعليه إلا بالمشاركة معنا بإذن الله تعالى. بعدها سيكون أو نواصل الحديث عن الدعاء، هو العبادة، مع الإمام الأستاذ بلال السويسي وركن البيت المنير، ونختمها في قصصهم عبرة مع الأستاذ زهير فارس، وتكملة لقصة سيدنا صالح عليه السلام طبعا، وبينهم تتخلل فقرات عديدة، فقط كونوا معنا. أما الآن فهو موعد لأحبائنا الصغار والرسوم المتحركة مع حمد. في الهواء بين الزهر في أعماق البحار تحت الشمس فوق الغيم قرب النهر مع النجوم والأقمار حمد 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 هذا الطفل الصغير ماذا اكتشف ماذا وجد اكتشف الكثير ففي خلق الله العظيم الكثير 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 الكثير. في يوم من الأيام يا أصدقاء اقتربت غيمة من بيت حمد، ولكن ماذا كان يفعل حمد؟ لقد كان حمد حائرا لا يدري ما يفعل. وأثناء ذلك أخذت الغيمة تقترب شيئا فشيئا من بيت حمد، وعندما اقتربت أخذت الغيمة تنقر على النافذة. أيها الفتى تعال. ما هذا الشيء؟ سأصعد لأرى ماذا يجري. وفتح حمد النافذة ليرى الغيمة وهي تشير إليه بيدها، وبدأت الغيمة بعمل أشكال مختلفة له، وأخذ حمد يتابعها باستغراب وإعجاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقتربي اقتربي أيتها الغيمة. حسنا أنا قادمة. رائع. واتجهت الغيمة إلى حمد. ماذا يا حمد؟ هل تحب أن أخذك في نزهة صغيرة؟ نعم. إذن اصعد على ظهري. وصعد حمد على ظهر الغيمة ليذهب في نزهة جميلة وممتعة. هيا بنا نحلق، هيا. إنه شلال ماء، سبحان الله، ما أروع المنظر. انظري أيتها الغيمة إلى النهر، ما أروعه من فوق، سبحان الله، إنه رائع جدا. وعلى الجهة الأخرى من هذا المكان كانت هناك أراض تعاني من الجفاف، لقد جفت مياه النهر نتيجة لشدة التبخر ولقلة تساقط الأمطار. لما هذه السمكة موجودة على اليابسة؟ دعنا نذهب إلى هناك ونتفحص الأمر. ما هذا؟ المكان جاف جدا ولا يوجد ماء. انظري إلى الوردة، ستموت من قلة الماء. يبدو أن الشمس قد بخرت كل شيء. النجدة ساعداني أرجوكما، النجدة، سأموت سأموت. تعالي ولا تخافي، ما الأمر؟ ماذا بك؟ ماء
أريد سوف تموت السمكة إن بقيت دون ماء. أرجوك ساعدني وأحضر لي ماء. أرجوك لا أقدر أن أعيش بدون الماء. أرجوك ماذا سنفعل لها أيتها الغيمة؟ سأفعل ما بوسعي يا حمد. أرجوك أسرع وأحضر لي الماء بسرعة. أرجوك سوف أموت. لن تموتي بإذن الله، سوف نساعدك. أنا متوكلة على الله ثم عليكما. شكرا. لن أقدر على الوقوف أبدا بدون ماء. وكان حمد والغيمة ينظران إلى المكان بكل أسف وأسى، فقررت الغيمة أن تذهب لإحضار الماء. أسرعي أيتها الغيمة. لا تقلق، سأحاول أن أحضر الماء وسأعود بسرعة بإذن الله تعالى. وذهبت الغيمة لإحضار الماء، وقطعت مسافات ومسافات، فيما كان حمد يجلس منتظرا عودة الغيمة. لقد تأخرت الغيمة وهذا ليس لصالحنا. يا الله يا رحيم، نطلب رحمتك. يا الله ساعدنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. السلام عليكم. نأتي بالماء. أجل. الحمد لله. انتعشت الوردة. هيا بنا إلى السمكة. وبفضل الله تعالى عادت الحياة إلى الأرض وما عليها ثانية. ماء. ولأن الغيمة تتكون من الماء فقد قل حجمها وصغر كثيرا، فعاد بها مسرعا حمد إلى منزله. أعلم أن الماء هو عصب الحياة ويجب المحافظة عليه. وكما نعلم يا أصدقائي فإن الغيوم تتكون من بخار الماء، وها هو حمد يضع بخار الماء ليعود حجم الغيمة إلى ما كان عليه سابقا. أكيد وما يستفاد مع حمد اليوم، من ظن بالله خيرا أكيد لا يخيب ولا تفسد نيته، لأنه مع الله عز وجل وهو صاحب العطايا وصاحب الكرم وصاحب الفضل. فاللهم لك الحمد على ما أعطيتنا، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ما زلنا وإياكم مشاهدين الأفاضل ومع أول ركن في هذا الخميس طيب المبارك في رحاب القرآن والسنة مع الماهر بالقرآن بعد لحظات. وطبعا دائما من خلال هذا الموعد نلتقي والدكتور عبد الكريم حمدوش المختص في القراءات الذي احييه باسمكم جميعا. اهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا، اهلا وسهلا بك استاذه نوال وبالمشاهدين الافاضل. مرحبا بك طبعا، ونسعد دائما بلقائك لانه هذا الموعد دائما يعني يعطينا من القواعد ما يساعدنا على ان نصحح تلاوتنا او قراءتنا للقران الكريم وفق التلاوه الصحيحه الطيبه المباركه. طيب نواصل كما قلت استاذنا ممكن للعدد الثالث في موضوع تفخيم الحروف وترقيقها طبعا وفق الكثير من المواضع في القران الكريم. تفضل أستاذنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وتحية لك أيضا أستاذ نوال. إذن نتوكل على الله تبارك وتعالى ونواصل ما كنا توقفنا عنده في الحصة الماضية. نعم. والتي قبلها كذلك أخذنا ما يسمى بباب التفخيم والترقيق بالنسبة إلى الحروف، يعني تفخيم الحروف وترقيقها في قواعد الترتيل عموما أو خصوصا، وفي اللسان العربي عموما. يعني ما يفخم في علم التجويد وفي القرآن الكريم هو نفسه الذي يفخم في اللسان العربي العادي لما يتحدث الإنسان في الشعر أو في النثر، وما يرقق كذلك.
قلنا الحروف العربية هذه في مجموعة لما نقسمها باعتبار التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثلاث أقسام. تحدثنا عن القسم الأول وهو الحروف التي تفخم دوما، وتحدثنا أيضا عن القسم الثاني وهو الذي تندرج تحته الحروف التي ترقق دوما. اليوم مع القسم الثالث وهو الحروف، القسم هذا الذي تندرج تحته الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا، يعني بحسب موقعها في الكلمة أو بحسب ما يسبقها من الحروف من موجبات التفخيم أو موجبات الترقيق. هذا القسم يدخل تحته ثلاثة حروف، الألف اللينة واللام والراء. نبدأ مع الحرف الأول، الألف اللينة ما معناها؟ الألف اللينة هي الألف الساكنة بعد الحرف المفتوح، التي تأتي بعد الحرف المفتوح. وطبعاً تعطينا أمثلة يعني حتى تتضح الصورة أكثر. نعم، سأعطي مثالا إن شاء الله. مثلا قوله تبارك وتعالى في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. كلمة العالمين هي بعد العين عندنا ألف، هذه هي الألف التي تأتي بعد الحرف المفتوح. وطبعا الألف التي تثبت في اللفظ والخط لا تأتي إلا بعد حرف مفتوح، مستحيل الألف ننطقها يعني تثبت في اللفظ ويكون قبلها حرف مكسور أو ساكن أو حرف مضموم، هذا في كلام العرب غير موجود. لذلك عرفوها بأنها الألف الساكنة التي تأتي بعد الحرف المفتوح. هذه من حيث تفخيمها ومن حيث ترقيقها تأخذ حكم الحرف الذي قبلها. إذا كان الحرف المفتوح الذي سبقها حرف من حروف الاستعلاء المفخمة فخمت تبعا له، مثال ذلك لما نقول مثلا وإذ قال الله، كلمة قال عندنا القاف من حروف الاستعلاء، إذا جاء بعدها الألف في مثل هذا الفعل فتكون مفخمة. وقد عرفنا معنى التفخيم في أول الحصة، قلنا يضغط الصوت فيه إلى سقف الفم ويمتلئ الفم بصداه قاء بهذا الشكل، وهذا من حيث التفخيم. إذا سبق حرف من حروف الاستفال كذلك رققت تبعا له، هذا هو حكمها باختصار. الألف اللينة من حيث تفخيمها وترقيقها تأخذ حكم الحرف الذي سبقها، إذا سبق حرف مفخم نفخمها نحو قال أفطال إلى غير ذلك، إذا سبق حرف مرقق نرققها نحو لحافظين كاتبين مثلا، قلوش الكاف مدام جاءت مرققة نقول كاتبين، هي الألف اللي بعدها مرققة. هنا ننبه على مسألة المجاورة، لأنه التفخيم والترقيق غالبا ما يقع الناس فيه في اللحن بسبب المجاورة، يعني لما يجي حرف مفخم قدامه حرف مفخم مرقق أو العكس، ولا يأتي الحرف المرقق بين حرفين مفخمين. في هذه الحالة الإنسان عليه أن ينتبه. أعطي مثالا على ذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة الفطر: وإن عليكم لحافظين. بعد يعني في هذه الكلمة يوجد حرف الضاء، وحرف الضاء معروف بأنه من حروف الاستعلاء المفخمة، فبعض الناس يقول وإن عليكم لحافظين، نسمع كلمة حافظين، هي صارت الألف والحاء مفخمتين بسبب هذه الضاء، يعني بسبب المجاورة. لكن الماهر بالقرآن والذي يقرأ بإتقان ينتبه ويعطي كل حرف حقه من التفخيم أو من الترقيق ويقرأ وإن عليكم لحافظين بهذا الشكل. كلمة التجارة في سورة الجمعة مثلا في أواخر سورة الجمعة: خير من اللهو ومن التجارة. أحيانا نسمع بعض الطلاب يقرؤون يقول تجارة فخم الجيم والألف التي بعدها بسبب الراء التي فخمت من بعد، لكن الصواب أن يعطي كل واحد من هذه الحروف حقه. تجارة بهذا الشكل. هذا بالنسبة إلى الألف اللينة. مما يقرأ بالتفخيم أحيانا وبالترقيق أحيانا هي حرف اللام. وحرف اللام هذا ينقسم إلى قسمين، عندنا اللام في لفظ الجلالة له أحكام خاصة به وهي متفق عليها عند جميع القراء قاطبة، واللام في غير لفظ الجلالة هذا وش رحمه الله انفرد عن جميع القراء
بتغليظ بعض اللامات في بعض المواضع، هذه إن شاء الله نذكرها في الحصة المقبلة إن أمد الله في أعمالنا إن شاء الله. يعني إن كتب الله لنا البقاء وكتب لنا اللقاء أيضا ما ندري. أما بالنسبة إلى الجزء الأول من حرف اللام اللي هو اللام في لفظ الجلالة، هذا نتكلم عليه باختصار إن شاء الله. ما المقصود بلفظ الجلالة؟ لفظان اثنان في القرآن الكريم، كلمة الله وكلمة اللهم. نقول اللام في لفظ الجلالة عندنا هذان اللفظان، كلمة الله وهي متكررة كثيرا، وكلمة اللهم في مواضع قليلة في القرآن الكريم. هذه لا حالات تفخم فيها ولا حالات ترقق فيها. بالنسبة إلى حالات تفخيمها أو ترقيقها نبدأ بها معليش، الترقيق إذا سبقت بكسر، اللام من لفظ الجلالة إذا سبق كسر أصلي غير عارض ترقق هذه اللام. في البسملة مثلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الميم جاءت ساكنة مكسورة، فإذا وصلناها بلفظ الجلالة ترقق هذه اللام. علاش؟ لأن اللام في لفظ الجلالة الأصل فيها التفخيم عند الابتداء. نقول الله لما نقرأها وحدها فقط الله هكذا، لماذا؟ لأنها سبقت بفتح همزة الوصل عند الابتداء. أما إذا جاء الكسر فمرققة. الحالة الثانية إذا سبقت بساكن، مثل قوله تبارك وتعالى قل اللهم أم الله، الأصل في قل هو السكون، خطر فعل أمر صح ولا لا؟ فعل أمر مجزوم كنقول قل، أفعال الأمر كلها تأتي مجزومة في الأخير، مجزومة الآخر، فنقول قل وحدها. لو لم يكن بعدها همزة الوصل مثلا قل يا الله، لو غيرنا مثلا الصيغة نقول قل يا الله، يعني ما دام ما كانش بعدها ساكن تبقى على أصلها اللي هو السكون. لكن إذا جاء بعد الساكن اللي هو همزة الساكن اللي في لفظ الجلالة الله، لما نصلها تصير قل اللهم مثلا، ولا نقول أم الله، خير أم الله الواحد القهار. فأم هذه إلى حرف من حروف المعاني مجزوم نقول أو مبني على الجزم، نقول أم في موضع آخر مثلا أم يقولون يبقى على أصله، لكن إذا وصل بلفظ الجلالة بسبب هذه همزة الوصل ينقل بالكسر، فنقول أم الله ونقول قل الله، فترقق هنا لفظ الجلالة عندنا إذا سبق بكسر وإذا سبق بساكن. ونأتي على التنبيه في الأخير. الحالة الثالثة في مكالمات لا في انتظار ذلك طيب نكمل الحكم ما يتعلق بالحالة الترقيق. الحالة الثالثة إذا سبقت بساكن قبله كسر وحذف هذا الساكن لأجل التقاء الساكنين. أعطي مثال حتى يتضح هذا المقال. في قول تبارك وتعالى أفي الله شكون، لو كان نجي وندقوا فيها نجد قبل لفظ الجلالة أولا ساكن، قبل الساكن يوجد الفاء المكسور لأن أصلها أفي فاء وفيها المد، هذاك المد يعتبر ساكنا، الياء هذه تعتبر ياء مدية ساكنة، لما التقت بلفظ الجلالة حذف المد أو هذا الساكن تفاديا للثقل، هذا معروف يسموه أحكام التقاء الساكن، لما يلتقي الساكن مع ساكن له أحكام، يحذف أو يحرك بالضم أو يحرك بالوصل بالكسر بحسب موقعه في تلك الجملة وفي تلك الكلمة. فلما يحذف هذا الساكن ماذا نجد قبل اللام؟ مباشرة هو الكسر، فنقول أفي الله شك. الحالة الرابعة والأخيرة إذا سبقت بتنوين. الأصل في التنوين هو السكون في الأخير، كنقول مثلا أحد هاي نون ساكنة في الأخير، لما نقول أيضا قوما هاي نون ساكنة في الأخير، إذا وصلناها كما في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله لما نصلها فتكسر هذه النون الساكنة بسبب التقاء الساكنين وترقق اللام من لفظ الجلالة. الحكم نفسه في قوله تعالى قوما الله مهلكهم كما جاء في الأعراف، فنقول قوما الله نون الساكنة، النون الساكنة التابعة للتنوين تكسر بسبب الوصل. التنبيه اللي حبيت نقوله في الأخير هو أن كل هذه الحالات الأربع يسمع عند النطق بها كسر قبل لام من لفظ الجلالة باختصار. ما تنحب نختصر كل الحالات هذه نقول لفظ الجلالة الله واللهم
إذا سبق بكسر رقق باختصار. نعم. بقي حالة التفخيم إذا بقى وقت نزيدها. نعم. إلا نخليها. نعم. جزاك الله خير وإن شاء الله هذه الأحكام تكون بلغت أسماع إن شاء الله. آمين إن شاء الله. من يود أن يصحح فعلا يعني وتكون قراءته ممنهجة وفق الأحكام كما وردت. نعم. فنتمنى إن شاء الله أنه حتى مشاركاتكم في هذا الركن تكون وفق هذه الأحكام التي شرحها الدكتور عبد الكريم حمدوش. قبل ذلك دائما نستبرك يعني إن صح التعبير بقراءات وتلاوات خفيفة من أفواه براءة دائما سميناه في ركن على الفطرة. اليوم نستمع لنهال. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله على هذه البرعة ما شاء الله. ترى كيف كانت أحكامها أستاذنا؟ ما شاء الله عموما لا بأس لكن تحتاج إلى بعض الـ أكيد. الـ يعني الأحكام العامة كالمدود مثلا. نعم أكيد. طبعا هي صغيرة قد لا تدرك ما نقول لها لكن ربما يبلغ هذا الكلام إن شاء الله إلى أسماعي أو إلى سمعي معلمها أو معلمتها خاصة المدود ما يسمى بالمد الواجب المتصل الواجب إلا ما شاء الله. لكن حفظها ما شاء الله يعني. حفظ ممتاز ما شاء الله. ما شاء الله إن شاء الله ما عليه شيء. تبدأ مع الحفظ وبعد صحح إن شاء الله بقى. لا ما شاء الله. لا ما شاء الله ربي ينفع بها. ربي يبارك فيها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. برعمة نهال ويخليها إن شاء الله لوالديها إن شاء الله يا ربي. طيب نبدأ مع مكالماتكم ومشاركاتكم مشاهدي الأفاضل. معنا في الاتصال أم عبيدة من البيض. ألو السلام عليكم. ألو السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أم عبيدة مرحبا بك. يسلم اختي نبغيت نقرا على الشيخ ونشكركم على هذه الحصه بزاف بزاف. لا شكر على واجبك نورتونا وعلمتونا وفهمتونا وبارك الله فيك جزاك الله خير. طيب ماذا ستقرأين ام عبيده؟ حبيت نقرا سوره النبأ. النبأ نعم اختاري ما شئتي من اياتها. الايه الاولى. نعم الايه الاولى تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. معلش عبيدة بعد إذنك لو سمحتي كلمة عما هذه لما إذا وقفنا عليها بالسكون نقول عن هكذا ولكن الأفضل إنسان يصل ويقول عما يتساءلون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. حسبك يا أم عبيدة، جزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة. تستمعين لملاحظات دكتور عبد الكريم حمدوش بعد لحظات. شكرا لك. شكرا، تحيتنا لك. أهم ملاحظاتك أستاذ إلى حين تجهز مكالمة أخرى. نعم، بارك الله فيك. نشكر أم عبيدة على تلاوتها الطيبة، جزا الله خيرا، ربي ينفع بها إن شاء الله. أول ملاحظة في أول ما قرأت في قوله تبارك وتعالى عما يتساءلون، عما هذه الميم هذه إذا دخلت عليها حروف الجر حذفت ألفها، ميم الاستفهام. ميم الاستفهام إذا دخلت عليها حروف الجر حذفت ألف، وهذه قاعدة تحذف رسما ولفظا كذلك. لما نقول بما، لما، حتى ما، مثلا إلى ما، على ما، هذه كلها إذا قاعدة معروفة، إذا دخلت حروف الجر على الماء الميم الاستفهامية حذفت ألفها. يعني ما نقولوش عما يتساءلون، خطأ، تحذف الألف في اللفظ لما ننطقها. ولو نذهب إلى المصحف ننظر في كلمة عمّا لا نجد ألفا بعد الميم، نجد الميم وذيلها إلى أسفل، يعني ليس يوجد بعدها ألف، فنقول عمّا يتساءلون من دون مد للميم، لا نقول عمّا يتساءلون. خطأ. هذه الملاحظة فقط قبل أن نكمل الملاحظات في اتصال حتى لا نطيل عليها. طيب فمعنا في الاتصال معنا فاطمة من تلمسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك فاطمة، كيف حالكم؟ والله الحمد لله. وش حوالكم أنتم؟ الحمد لله، اللهم أعلمها يا رب. طيب فاطمة، من أين ستقرأين إن شاء الله؟ إن شاء الله من سورة المزمل. المزمل، نعم. فضلي. لكن قبل ذلك أريد أن أضبط واحد مسألة بالنسبة للفتح والتقليل والإمالة. ارفعي صوتك شوية فقط. ما هي مسألة متعلقة به؟ بالفتح والتقليل والإمالة، أريد أن أضبطها مع الشيخ إن شاء الله. سأقرأها لك بالفتح ثم بالتقليل ثم بالإمالة. كلمة طه هي تقرأ بالإمالة الكبرى، لكنني أريد أن أضبطها من أجل بالنسبة للفتح نقول طه. نعم. وبالنسبة للتقليل نقول طاه. أيوة. والإمالة الكبرى نقول طاه. نعم، هذا هو ممتاز. التقليل يكون إلى الفتح أقرب، والإمالة نعم. الكبرى تكون إلى الكسر أقرب. نعم، هذه القاعدة. حتى من حيث الصوت صحيح كما قرأت تماما. شكرا. نعم. لك. نعم، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو
فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك فاطمة، شكرا لك على هذه القراءة الطيبة، وستستمعين لأهم الملاحظات طبعا مع دكتور عبد الكريم حمد. شكرا لك على اتصالك. طيب نعود إلى أم عبيدة مع أهم ملاحظات ونواصل مع فاطمة. نعم كنا توقفنا عند ملاحظة الملاحظة التي تتعلق بقوله عز وجل عما يتساءلون. نعم. والحكم نفسه أو الملاحظة نفسها مع قوله عز وجل ثم، كذلك ليس فيها ألف بعد الميم. عندها كلمة خلقناكم، القاف ساكنة وفيها صفة القلقلة مع المحافظة على تفخيمها، تأتي بها لأنها لم تأتي بها في تلاوتها. الكلمات اللي جاءت في آخر الآيات سباتة لباسة، ما يسمى بمد العوض عندما نقف على المنون المنصوب. هنا تقرأ بعض الكلمات اللي فيها في الأخير حروف مرققة، نحن في باب التفخيم والترقيق. كلمة لباسة، كلمة سباتة، هاي التاء في الأخير، السين كذلك في الأخير. ترقيقها لا يعني تقليلها، هي كما تفضلت الأخت فاطمة من تلمسان، هناك فرق دقيق بين الفتح وبين التقليل. الفتح يكون متوسطا، يعني الفتح العربي الصحيح الفصيح يكون فتحا متوسطا، لا تفخيم فيه ولا تقليل. فإذا قرأت مثلا سباتة لباسة فكأنها تقرأ بالإمالة وليس بموضع إمالة. كلمة النهار، وجعلنا النهار معاشا، النهار هي قالت قرأت وجعلنا النهار معاشا، نعم وكأنها خففتها. يعني نعم. متى ترقق النهار أو تكون فيها الإمالة؟ لما تكون مجرورة كما قال ابن بري رحمه الله، والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة، الخفض يعني حركة إعراب، قش مكسورة اللي حركة البناء، مخفوضة في آخر الأسماء كالداري والفجار والأبرار والجاري لكن فيه خلف جاري، فتقرأها مدام مفتوحة هنا ومنصوبة تقرأها بالتفخيم. نعم. وجعلنا النهار معاشا، أقصد الراء. نعم. هذا بالنسبة إلى تلاوة أم عبيدة. إذا فيه مكالمة الحاجة تنتظر. نعم. من بيتنا الحاجة جميلة من بيتنا. السلام عليكم. السلام عليكم أختي. تعيفي بغيت نقرأ للشيخ تعيفي. نعم تفضلي. بغيت نقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي إذا أمكنك، عاد نقرأهم دائما أنا مكفوفة تعيفي أختي. إن شاء الله تفضلي. تفضلي. إن شاء الله. وعندي سؤال، نبدأ على القراءة ولا على السؤال؟ نبدأ عن القراءة أولا وعندي سؤال بغيت نستفسر عليه. أبدأي بالسؤال أولا. السؤال ولا عن القراءة؟ أبدأي بالسؤال ونواصل القراءة. السؤال بغيت نسقسي الشيخ بالنسبة مثل الآية من سورة الطور، والطور الواو المدية تفخم ولا ترقق مع الحرف المفخم؟ نعم سيجيب. والياء والياء والواو المديتين، هذا هو السؤال اللي يعني. نعم لا الواو المدية، والآن ذكرنا قبل قليل لو الأستاذ أنت تابعت الحصة قبل قليل هي تبعتها. أي نعم. بالنسبة للألف ذكرنا أنها لا حالة تفخيم ولا حالة ترقيق، يعني تتبع ما قبلها. حروف المد عندنا ثلاثة، عندنا الألف وعندنا الواو وعندنا الياء المدية. الألف اللي يجي بعد الحرف المفتوح، والواو التي تأتي بعد الحرف المضموم، والياء التي تأتي بعد الحرف المكسور. الألف هي التي يدخل حكم التفخيم في حال ما إذا سبق حرف المفخم، واضح؟ أما والياء المديتين أو المديتان فحكمهما الترقيق دوما، سواء جاء قبلهما حرف من حروف الاستعلاء أم جاء قبلهما حرف من حروف الاستفهام، هذه القاعدة. بارك الله فيك. وفيك عندي سؤال صغير شيخ، أنا نقرأ حفص. نعم. وبغيت نقول لك نشتي نقصر المنفصل كعد ما عنديش نفس طويل، هل الأحكام بالنسبة لطريق الشاطبية نفس الأحكام إذا قصر برك المنفصل؟ هو فيها تحريرات موجودة، فيها رسائل هكذا صغيرة مؤلفة فيما يتعلق بقصر مد المنفصل، ليطول شرحها ليس في هذا الموضع، لكن موجودة تجدينها أحكامها في حتى منظومات قصيرة تتعلق بأحكام يعني برواية يعني تحريرات حفص رحمه الله تبارك وتعالى.
لما نقرأ بقصر منفصل ماذا ينبني عليه من أحكام موجودة، هذه تجدينها في يعني في المواقع هذه. دكتور مقري عبد الله علي جابر كي نتبعه ونشوف انا نقدر نستخلص الفروقات، نقدر يعني نقدر ماشي ممتاز ممتاز نقرا به ما يروحش للاخر. اسمح لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أقدر أن أقرأ سورة آية الكرسي الشيخ؟ نعم تفضلي تفضلي. نعم تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك الحاجة، شكرا لك. وهذا استمعي لأهم الملاحظات إن شاء الله مع الدكتور عبد الكريم محمد. شكرا جزاك الله خير. نعود قبل ذلك إلى أهم ملاحظات في تلاوة الأخت فاطمة. فاطمة نعم تلمسان تلاوة طيبة ما شاء الله ممتازة، يعني كما طبقت ما قرأت نعم ورتل القرآن تفصيلا كما جاء في سورة المزمل، تلاوة ما شاء الله ربي ينفع بها. ملاحظات خفيفة نذكرها لها، كلمة سنلقي وكلمة ثقيلا وردت، هاتان كلمتان ورد فيهما القاف مكسورا. نعم وحنا ذكرنا في الحصة الماضية في مراتب التفخيم أن القاف ولا أي حرف من حروف الاستعلاء إذا كان مكسورا نعطيه حقه أو نضعه في درجته التي وضعت له، يعني المرتبة الخامسة ثقيلة بهذا الشكل. نعم. كأنها مرققة، لذلك المتولي رحمه الله قال فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة، وقال فهي وإن تكن في أدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، لكن لا نتكلف تفخيمها فنقول مثلا في سنلقي نقول سنلقي نحاول تفخيمها، أو ثقيلة نحاول أن نفخمها أكثر مما يجب فنقع في لحن، وهذا اللحن هو أن نخرج هذه القاف من الكسر العربي الفصيح، لذلك لابد من أن ننتبه إلى هذه النقطة، يعني تصير شبيهة بالحرف اللي عندنا في اللغات مثل اللغة الفرنسية الإي، هذا الحرف هذا الكسر ليس كسرا عربيا لا يطبق على القرآن الكريم. نعم. فلينتبه إلى ذلك. كلمة النهار الإمالة جاءت مكسورة النهاري، تحتاج إلى بيان الإمالة، كانت قريبة جدا أو كأنها مفتوحة، تنتبه إليها. بالنسبة إلى أختنا من باتنا يعني التلاوة متقنة ثاني كذلك جزاء الله خيرا، يعني صفاء في الصفات وضبط في المخارج ما شاء الله. بعض الملاحظات الخفيفة في البداية، كلمة الرحمن هذه همزة وصل مرققة ذكرناها في حروف الاستفهام. نعم من البداية. نعم. وربما إنسان لما يبدأ يقول الرحماني هو تمهيدا لتفخيم الراء يقول نعم. الرحماني، بس لو نفكك الهمزة التي قرأها على الراء كأنه قرأ آ، وهذا غير صحيح، الصواب آ يعني مرققة. الرحمن الرحيم. اهدنا نفس الشيء، يعني النون تقرأ مرققة وليس مفخمة، غير المغضوب كذلك. كلمة قوم
قرأتها نوم عفوا كلمة نوم لما تقف عليها سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم بهذا الشكل مش نوم دير فيها القلقلة هذا غير صحيح. الوقف على كلمة ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون نقوش على ولا نقولوش يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا هذا غير صحيح نقول ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه حتى يكون يعني الوقف له معنى تام وحسن وكما إن شاء الله بارك الله جزاك الله خير. طيب غير بعيد عن بيتنا معنا مسكيك ده الأخت سانية. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته أهلا بك سامية. يسلمك نشكركم على هذه الحصة أولا نشكر على واجب تفضلي. قبل ما نبدأ مع الشيخ حبيت نقول لكم بك باللي أنا سيدة من كتاب البيت و ما شاء الله حبيت نشارك مع الشيخ اليوم اجتهاد مني فقط لست يعني قارئة قرآن لا بالأحكام ولا في المسجد يعني ولا لا بأس في لا بأس لا بأس إن شاء الله فقط على حسب ما أقرأ في يوميا في القرآن وشهر رمضان البيت فقط الله يبارك تستمعين لبعض القراءات سامية؟ أستمع مما تضعونه في قناة القرآن يعني نعم. عند المغرب وصباحا عند منتصف النهار في الأوقات اللي تحطوا فيها القرآن فقط نعم وتحاولي تسمعي ممكن لتلاواتهم يعني في باب الأحكام نحاول بصح ما نفهمش واش تقصدوا نفهم المد وهذيك الأمور ما باقية ما نفهمش على حسب يعني لا بأس اللي فوتيعي كما نقولوا معلش طيب اسمعينا ان شاء الله ما عندك واكيد ملاحظات مع ملاحظات الدكتور عبد الكريم محمد واش تفضلي عندي حبيت نشارك بايتين الاخيرتين من سوره البقره اللي نحبهم بزاف ومنصلي بهم يوميا يعني وما يعجبني هذ الايتين نحبهم بزاف نعم نحب نقرا بهم بزاف ولكن ما اخترتي نقرا مع الشيخ ان شاء الله ونشوف رايه يعني ان شاء الله ولكن ما اخترتي تفضلي صح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير معليش عاود الكلمة غفرانك لو سمحتي سيدة سامية نعم عفوا يقول لك الدكتور أعيدي كلمة غفرانك بتفخيم الراء ما نقولش غفرانك مع تفخيم الراء سهلة هذه صحيح في موضعها أحسن لك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذه معلش كذلك أن نصحها في موضعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا هاي الكسر شوفي في المصحف السين تحت كسرة نسينا نقولوش نسينا أنت كي تقرأها في قلتي أقرأها في كل يوم ممتاز يعني تصحيها باش من الآن إن شاء الله نعم. تقرأينها صحيحة ربي أجرنا عليها إن شاء الله جميعا إن شاء الله يا رب إن شاء الله نسينا بهذا الشكل نقولش نسينا ربنا لا تؤاخذنا أعيدي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
صدق الله العظيم. بارك الله فيك، جزاك الله خير، وشكرا لك على هذه التلاوة. أكيد للأستاذ ما يقول عنها، وطبعا مش من باب يعني الحكم عليك، ولكن تشجيعا لك إن شاء الله لأن تأخذي بالأحكام في المرات المقبلة بحول الله. شكرا لك سامية منسكي كده، شكرا لك، واستمعي لأهم ملاحظات الدكتور. تفضل، وإن كنا نواصل، لا كنا كملنا مع الملاحظات كلها، فقط مع سامية. نعم نعم، تلاوة طيبة ما شاء الله، جزا الله خيرا. أول ملاحظة في الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا الجيم العربية شديدة، قلوا الرجيم، هذه احيانا احنا في يعني في اللهجه تاعنا وفي الدارجه تاعنا اللغه العاميه، الجيم هذه نقراها يعني ليست شديده، نقول في بعض الكلمات كانها الجيم الاعجميه الرجيم. هذا في العربيه غير صحيح، الرجيم ها تخرج من وسط اللسان الجيم هذه وتكون شديده. بعضهم يطلق عليها مصطلح التعطيش، وان كان هو مصطلح متأخر يعني حادث. في قوله عز وجل كل آمن بالله، احنا لما نقرأ لوش رحمه الله نقرأ بالنقل كل آمن بالله، مع فيها وجه ما يسمى بالبدل، كل آمن بالله يعني نمد مد البدل 4 حركات أو 6 حركات. أما أن نجمع يعني بين المد والتحقيق هذا غير صحيح، هذا لم يقرأ به أحد. نقول مثلا كل آمن، هذا لا يوجد في الرواية، لم يقرأ به لا ورش ولا غيره. نعم. يعني إما أن نقرأ بالتحقيق مع القصر كأنها تقرأ لحفص مثلا كل آمن بالله وملائكته، أو إذا حبينا المد لازم نقرأ بالنقل كلنا آمن بالله حتى لا نلفق بين الأوجه ولا نخلط بينها. بقي كلمة أخيرة، ما لا طاقة، الطاء مفخمة، قلت طاقة يمفرقتها، لأن الطاء إذا رققتها حتولي تاء، لأن الطاء أخت التاء والزال أخت الظاء، والحسب نطقها ممكن راح ستقلل من إيه. نعم من يعني قد يتغير المعنى. نعم. لأن قرأت بالتاء فبالتالي تفخمها، ما لا طاقة لنا به بهذا الشكل. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بارك الله فيك، وأنا أحببت فيها الاجتهاد يعني على أن حتى وإن كانت لا تعلم الأحكام فهذا الاجتهاد يعني نتمنى يكون فيه عدوى يعني بالنسبة لكم يعني مقارنة بمحيطها. نعم. يعني كش كما عرفت هي بنفسها قالت ما عنديش انشغال زعما نروح المسجد ونقرأ ونسمع ويعلموني إلى آخره، غير وحدي في البيت وتقرأ بهذا المستوى، يعني ما شاء الله على هذا الاجتهاد تؤجر إن شاء الله. طبعا جزا الله خير إن شاء الله، وتؤجر هي وكل من يعني تصيبهم العدوى بهذا. نقولها كي في نعمة كبيرة، خطر إنسان يكون في نعمة ما يفقش روحه. طبعا وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى أنها وضعها في هذه النعمة، هي تتكلم بكل عفوية وبكل أريحية، يقول لك أنا دائما أقرأ القرآن، هذا شيء جميل جدا. ما شاء الله بالفعل، وهذه النعمة أنه الله أعطاك وقت أنه تشوف القرآن الكريم، لأنه مع متاهات الحياة والأوضاع المتسارعة يعني كدنا نهجر هذا القرآن، فنتمنى إن شاء الله أن الإنسان يحمد الله على هذه النعمة. الحمد لله إذا ما أعطاه إن شاء الله هذا الوقت وخصصه للقرآن الكريم. جزاك الله خير إن شاء الله، شكرا لأستاذنا على ما تفضلت به وعلى كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بأحكام التلاوة. وطبعا يتجدد الموعد معك إن شاء الله كل خميس في مثل هذا الوقت، إذن نلقاك على خير بإذن الله تعالى. أما أنتم مشاهدين الأفاضل فلقائنا بعد هذه الاستراحة مع أسماء الله الحسنى، ونعود بعدها، ابقوا معنا إن شاء الله. لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. الوهاب، الوهاب في اللغة صيغة مبالغة على وزن فعال من الواهب،
وهو المعطي للهبة، فالله سبحانه وتعالى وهاب، يهب لعباده من فضله العظيم، ويوالي عليهم النعم، ويوسع لهم في العطاء، فهو سبحانه وسع الخلق جوده، يهب ما يشاء لمن يشاء، وينعم بغير سؤال، بيده خزائن كل شيء وملكوت السماء والأرض، عطاؤه دائم وعطاياه متتالية. ورد اسم الوهاب في القرآن الكريم 3 مرات، منها قوله سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوله سبحانه: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. يا عالم الأسرار يا سندي يا كاشف الأضرار ضاقت بي الدنيا بما رحبت رحماك بلغ المذنب النفدي. الكريم من الكرم، وهو السعة والعظمة والشرف والعزة والسخاء عند العطاء، فهو سبحانه كثير الخير عظيم المن والنفع، فهو الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ولا ينقطع سخاؤه، الذي يعطي ما شاء لمن يشاء، وهو الذي بشر عباده المؤمنين بالأجر الكريم الواسع والمغفرة الواسعة، وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ورد اسم الكريم في القرآن الكريم 3 مرات، منها قوله سبحانه وتعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أنت الواحد الذي لا يموت ولا ينام. الأكرم اسم تفضيل من الكرم، فهو سبحانه أكرم الأكرمين، وهو المعطي والمسعد، هو المحسن البالغ في الخير، فلا مثيل له في ذلك أبدا، فالكرم كله منه، يجازي المؤمنين بفضله، ويمهل المعرضين، ويحاسبهم بعدله. فوصف الأكرم مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم. ورد اسم الأكرم في موضع واحد في القرآن الكريم، هو قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن الرحيم. ومن أسمائه أيضا سبحانه وتعالى السميع إذا ما ناديته، والمجيب إذا ما سألته، وهو أيضا
القريب إذا ما ناديته، وهو الكريم إذا ما طلبته، فأكيد عندما يعطيك فسيدهشك بإذن الله تعالى. وهذه أسماء الله الحسنى هي يعني تنفس للمؤمن لأن يدعو الله عز وجل بكل أسمائه الحسنى وأن يتمثل بكل معنى لهذا الاسم، وأكيد يكون ذلك بيقين بأن الله سمع الدعاء. طيب، على موضوع الدعاء إن شاء الله نواصل حديثنا اليوم بعد الفاصل مع البيت المنير. ألقاكم مجددا وأيضا في حضرة الإمام الأستاذ بلا سويسي. مرحبا بك أستاذنا. مرحبا بك أختي نوال. أهلا ومرحبا بك. طبعا وباب الدعاء دايما يعطينا أمل حتى وإحنا نتحدث على هذا الموضوع. فيه أمل كثير يعني إن شاء الله، لأنه حديثنا عن الدعاء كأننا نتوجه إلى الله عز وجل بكل يعني جوارحنا ونحن ندعوه في هذا المقام. كنا تحدثنا فيما سبق في القسم الأول من هذا الموضوع عن أهمية الدعاء وعن بعض آداب الدعاء، وإن كانت كثيرة نحاول أن نعيد البعض منها ونواصل في حديثنا اليوم. تفضل أستاذنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. سبحان الله. لأن الدعاء هو العبادة، وهذا الدعاء أنيس المؤمنين والمسلمين، بل ما استجلبت النعم ولا دفعت النقم بمثل الدعاء. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. يا سبحان الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم يا عباد الله بالدعاء. فلا بد للإنسان ألا ينسى هذه العبادة وأن تكون هي ديدنه، بل إن أعظم شيء بعد الشهادتين وهي الصلاة، سميت الصلاة صلاة، والصلاة في اللغة هي الدعاء، فهي دعاء وهي صلة بين العبد وبين ربه، فالدعاء هو العبادة. سبحان الله ما شاء الله. طيب، دائما نقول أنه وأنت تتجه إلى الله أكيد في بعض الشروط، في بعض الأداب. نعم. حتى في دعائك، حتى في طلبك، حتى في حاجتك، كيف تعبر عنها وكيف تقرب حاجتك إلى الله عز وجل؟ نعم، قد ذكرنا في الحصة الماضية بعض آداب وشروط استجابة الدعاء. الآداب كثيرة، من بين الآداب التي ذكرنا أن يخلص في دعائه، وأعظم شيء أن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فلابد للمؤمن أن يظن بالله عز وجل خيرا، ألا يظن به إلا خيرا، أن يظن إجابة الدعاء. أما أن يدعو الله عز وجل من باب أنه يجرب، فهذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. أبدا لا يجرب الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة الدعاء لا يجرب به الله عز وجل. أنت تدعو وكفى. بعضنا قد يقولها بلسانه، بلسان مقاله أو لسان حاله، يقول: أنا أدعو وأجرب، إن استجاب الله عز وجل لدعائي فبها ونعمته، وإن لم يستجب لم أخسر شيئا. فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا بد أن تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اشفي لي مريضي، يا رب اقضي عني ديني، وأنت موقن بأن الله عز وجل سيستجيب لك. واعلم علم يقين أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم كما سيأتي، ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة. الله عز وجل إذا شاء أمرا إنما يقول له كن فيكون، فهو القادر سبحانه وتعالى وعلى كل شيء قدير. ادعو الله بقلب موقن بالإجابة، هذا هو حسن الظن مع الله عز وجل في باب الدعاء، أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، كأنك تراها رأي عين. العين. نعم. كما قال موسى عليه السلام، قال له قومه لما أدركه فرعون وجنده البحر من أمامه، قالوا إنا لمدركون. خلاص أدركنا فرعون. قال موسى الواثق بالله سبحانه وتعالى، هذه هي اليقين المنبغي للمسلم إذا دعا الله عز وجل، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. نعم، الإنسان يدعو الله عز وجل بيقين أن الله عز وجل سيستجيب دعاء، نفس اليقين الذي كان مع أمه يوم يعني وضعته في اليم.
سبحان الله يعني الله عز وجل ألهمها أن ترميها. نعم. فقلنا هذا الأمر وأن يواطئ اللسان القلب الذي ذكرناه. أكيد. ما تدعوش قلب بقلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيب دعاء قلب غافل لله. مش تقول اللهم اغفر لي وانت راه بالك في السوق أو في عمل أو في شيء من الأشياء. فتدعو الله عز وجل وأنت موقن الإجابة. أيضا من الآداب التي ذكرها أهل العلم أن تكون طاهرا. نعم، كما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، يعني طاهرا أو غير طاهر، مسافرا حاضرا أو سفرا. ولكن من المستحبات التي ذكرها العلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سلم أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان على غير طهارة فتيمم على حائط ورد السلام، قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، كرهت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه والحديث الصحيح أن المؤمن لا ينجس، ولكن من المستحبات أن يكون طاهرا، يعني طهارة طهارة الكبرى أو الصغرى، يعني يكون طاهرا وأن يستقبل القبلة. استقبال القبلة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن أنه استقبل القبلة في غزوة بدر وغيرها بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سيدة وسيدة المجالس القبلة. فيستقبل الإنسان القبلة إن تيسر له ذلك. نعم. هذه من الأمور المستحبة وهي تدخل في الآداب. نعم. أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه، وإن الله كريم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما. نعم. صفرا خائبتين. نعم. أيضا أن يلح في الدعاء، وهذا أمر مهم، أن يلح في الدعاء وأن يكرر الدعاء طلبه يعني. نعم. لا يدعو مرة ومرتين ثم يترك الدعاء. يدعو ويدعو ويلح ويدعو الله عز وجل وهو يلح، كما يقال من أكثر الدق يعني قرع الباب يوشك أن يفتح له. وهذا من باب ضرب الأمثلة فقط للتقريب. إنسان جالك للدار فقرع الباب مرة، قد لا تفتح له الباب، تقول قد يذهب، فإن كرر مرة ومرة ومرة حتى أنه قرع الباب كثيرا، هذا يوشك أن تفتح يعني له الباب في الدعاء. نعم. في الدعاء. نعم. ولله المثل الأعلى، لا ملجأ ولا من جمه إلا إليه، ففروا إلى الله. لا بد أن تلح في الدعاء وتكثر. ذكر أهل العلم منهم ابن القيم قصة أن غلاما طاردتهم أمه من البيت، غلاما صغيرا لعله عبث في البيت، فلما أخرجته وأغلقت عنه باب المنزل نظر يمنة ويسرة فعلم أن لا ملجأ ولا منجى منه، لا ملجأ له إلا باب أمه وبيتها. فدق الباب وأكثر الدق وألح على أمه وتوسل إليها بكل ما يتوسل به، يا أمه يا كذا يا غالية، وهو يبكي وخاشع في بكائه. فلما بح صوته من كثرة الإلحاح فتحت له أمه الباب، قالت يا بني لا تعد إلى ما فعلت، فإنه لا ملجأ لك إلا أنا. فقال سبحان الله، هذا حال العبد مع ربي. سبحان الله. ألح الدعاء وأكثر على الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحب أن يرى منك هذا الخشوع وهذا الذل وهذا الانكسار، فإن الله عز وجل حبا لك قد تطول المدة إجابة الدعاء. نعم. طيب، لسان الحال الكثيرين يعني يقولون في هذا الباب يعني وفي هذا المقام، والله ندعو وندعو وندعو ولا يستجاب لنا. نعم. يعني فيه نوع من اليأس، فيه نوع من يعني الملل إن صح التعبير. نعم. يعني في هذا المقام يعني من الإلحاح في الطلب، وهو قد يستعجل الاستجابة يعني. نعم. فهل هناك شروط للدعاء المستجاب؟ أكيد هناك شروط، ولكن نرجع إلى الآداب. نعم. نقبلها إن شاء. نعم. الله. نعم، هذا سؤال الإنسان يقول أنا دعوت الله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضي أو أن يشفيني أو أن يقضي ديني أو أن يفرج همي وغمي، دعوت مرة ومرتين وثلاثة ولكن لم يستجب لي، ما هو الخلل؟ أين هو الخلل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فالصحابة قالوا وما الاستعجال وكيف العجلة، يعني كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فدعوت أو دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر يعني كأنه تأخذ الحسرة فيترك الدعاء. هذا حالنا، الإنسان يدعو الله عز وجل يدعو ويدعو ويرى أنه لا يستجيب الله عز وجل دعاء، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل فيترك الدعاء. لعل الله سبحانه وتعالى أخر عنك الدعاء لحب فيك، هذا الدعاء أصله عبادة، أنت تأخذ الأجر على هذه العبادة، فحبا فيك كي يرفع درجتك
أخر عنك هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة نعم لحكمة لا يعلمها إلا هو أكيد. ويسمع المشاهد هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما من مسلم، اسمع هذا الحديث كلنا نسمعه، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. استمع إلى هذا الحديث، ما هي هذه الثلاث؟ قال: إما أن تجاب دعوته، وإما أن يدخرها له يوم القيامة يعني أجرا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. سبحان الله. صحابة لما سمعوا هذا الحديث تعجبوا سبحان الله، قالوا: يا رسول الله إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر. سبحان الله. نرجع إلى الحديث، قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، يعني المسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ليس بشر على أخيه، نعم يروح يسرق ولا يروح يفعل أفعال ويقول: يا ربي أعني على تلك المعصية، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم أيضا، إلا كان له بها، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تجاب دعوته، يا رب اغفر لي، يا رب مثلا اشفي لي مريض، يا رب اشفيني، إما أن يستجيب الله عز وجل فتشفى، يا رب اقضي عني ديني فيقضى عنك دينه، يا رب فرج عني ما بي، يا ربي نجح لي ولدي، يا ربي نجح لي في الامتحان، يا ربي وفقني للزواج بفلانة أو بفلان، فيستجيب الله دعاءك، تأخذ هذا الأمر. وإما أن يدخرها لك أجرا يوم القيامة، وما أحلاها هذا الأمر، إما أن يدخرها لك أجرا يوم القيامة، وهذا الذي يصبو إليه الإنسان ويرنو يحوس عليه أجر يوم القيامة، فلعل الله عز وجل لا يستجيب دعاءك لحب فيك، لحب لك، فيدخرها لك أجر يوم القيامة. وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، إما أن يكون هناك يعني سوء وشر وبلية في قدر الله سبحانه وتعالى، فبالدعاء بدعائك هذا ترفع تلك البلية، وهذا كما قال العلماء هذا داخل في علم الله سبحانه وتعالى. لما فرض الله الجهاد قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نضرب مثال على ذلك، مثلا طفلك يلعب بسكين حادة يعني موس حادة، فتأخذ منه ذلك السكين وهو يبكي يريد أن يلعب بها، ويبكي ويلح عليك ولا تعطيه تلك السكين، لماذا؟ هو لعلمه القاصر أن هذه لعبة ويتسلى بها، وأنت لعلمك وحكمتك وخبرتك يعني نعم تعرف أنه ذلك تعلم علم يقين أن فيه أذى، نعم فكذلك الدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا أنت لا تعلمه، فالله يعلم وأنت لا تعلم، فأدخرها لك أجرا، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها. مثلا أنت مريض وتدعو الله عز وجل، تدعوه أيام وتتخذ الأسباب من أدوية وغيرها، وتدعو الله وتلح بأسمائه وصفاته، ولكن يتأخر هذا الدعاء، فأنت تستحسر وقد تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى وتترك الدعاء. لا، الله يعلم وأنت لا تعلم، قد يكون هناك مصيبة أكثر، مرض أعظم، لعله الموت، لعلك يكتب لك الموت في كذا، فإن دعا الله سبحانه وتعالى أخر أجله، فلعل الله عز وجل صرف عنك من السوء مثلها أو أعظم منها بدعائك هذا، فلا تترك الدعاء، فالله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم، فالإنسان يدعو وهو محصل هذه الأشياء، أصلا هو في عبادة عظيمة. نعم، ما هو إما أنك ارتكبت شيئا من الأمور التي لا يستجاب الإنسان بها دعاء، كمثلا أن يكون مطعمك حرام ومشربك حرام، يعني تأكل الحرام، إما ربا إما رشوة إما أشياء كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه الحديث الصحيح قال: يا أيها الناس، في رواية: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، وفي بعض الروايات يضعفها كثير من أهل العلم، يعني هذا أشعث أغبر في الحج ذاهب إلى الحج. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، مظنة استجابة ونذكرها، المسافر مستجاب الدعوة، يطيل السفر أشعث أغبر، يعني حاله منكسر، هذا أيضا من مواطن استجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء، وذكرناها في آداب الدعاء، نعم، رفع اليدين يعني نعم. أتى بكل ما يستجيب الله عز وجل دعاء، ويلح في الدعاء يقول: يا رب يا رب، ويدعو الله عز وجل باسمه الأعظم الذي سنذكره، هو الرب أو غيره.
ويقول يا رب يا رب ويلح في الدعاء سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني كأنه استثناء، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. كيف يستجاب لك؟ لعلك فيك خلل أنت. لا, 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 لا الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، نعم قريب الله. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لعل الخلل فيك، لماذا تلصقه بغيرك بالله سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى، نعم فعلا. فلقد تكون مانع الإجابة فيك، مأكلك حرام أو مشربك حرام. نعم نعم. من أحلى ما قرأت يعني في كتاب مؤخرا، يعني يقول يعني في يعني كاتب هذا الكتاب، والله نسيت اسمه على كل حال، ولكن نعم. عجبتني هذه المقولة لأني رسخت في ذهني، فيقول متى ألهمك الله أن ينطق لسانك بالدعاء نعم. فقد ضمن لك الإجابة. الله أكبر. يعني شوف حتى العلاقة في الزمن أكيد. يعني أنت فتحت وكأنك أنت ربي يعني وفقت لهذا الدعاء، لكن هو قبل أن يجري الدعاء على لسانك فقد أعطاك ضمن لك الإجابة أكيد. بمعنى أنك أنت تدعو واليقين هذا سبقك. الذي ذكرناه هذا يروى عن عمر الخطاب، مشهور عن عمر الخطاب رضي الله عنه، قال لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. سبحان الله، من أسهل العبادات ذكر الله عز وجل، ومن أسهل العبادات الدعاء. يك الدعاء تدعو في كل مكان أكيد، ولكن الموفق والسعيد من وفق لهذه العبادة. هذا الله عز وجل أراد بك خيرا أن تدعوه، ومن أعظم الأدعية أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذه العبادة. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم مسك معاذ بن جبل رضي الله عنه من يده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك في الله. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يشدك يقول لك إني أحبك في الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعن دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة أن تدعو بهذه الدعوة، رب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمك الدعاء، أن يعينك على ذكره وعبادته. نعم، فالموفق من وفق لهذه العبادة. والله الدعاء عبادة عظيمة، صلة بين الله وعبده. فعلا فعلا، جزاك الله خير. طيب هل في هناك، كنا نتكلمنا على بعض الآداب والشروط. نعم. نعم. الموانع. موانع. موانع. الموانع التي ذكرناها، أن ذكرنا بعضها. نعم نعم. أن تدعو وقلبك غافل لاهي، لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهي. ثانيا المطعم والمأكل الحرام والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فاحرص كل الحرص أن يكون مطعمك ومشربك وأكلك ومسكنك حلال بالمال الحلال. إذا أردت أن يستجيب دعاك فأطب مطعمك. أيضا من الموانع التي ذكرها بعض أهل العلم تركك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والحديث صحيح، قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لك، فلا يستجاب لكم. أيضا من موانع الدعاء نذكرها في مساوي الدعاء، التعدي في الدعاء. الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقد سمع عبد الله بن المغفل رضي الله عنه ابنه يدعو اللهم ارزقني القصر الأبيض بجانب العرش أو بيمين الجنة، فقال له أبوه وكان صحابيا، قال ادعو الله الجنة، سل الله الجنة وتعوذ به من النار. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، يعني في الوضوء والدعاء. من التعدي أيضا في الدعاء السجع المذموم، يعني تدعو بأدعية خاصة مع مواقع هذا التواصل، أدعية مسجوعة إلى غير ذلك. فأعظم الدعاء، هذه دائما نوصي بها، أعظم الأدعية أدعية الأنبياء. ما تقول لا دعاء شيخي لا دعاء عالم لا دعاء أي إنسان، أعرف الخلق بالله من هم؟ هم الأنبياء. أنبياء نعم. أدعو بأدعية الأنبياء، والله أفضل شيء. شوف أدعية الأنبياء في القرآن ادعوا بها. نعم. هم نعم. أعلم، وحتى من ورائها دائما في آية فاستجبنا لهم، وكأنه أكيد. هذه هي الصيغة التي يجب الدعاء بها. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا نعم. إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، واش قال الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين. يعني ليست الله. خاصة به فقط، والله أدعية الأنبياء، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم معروفة مشهورة، ادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ بعض الأدعية وادعو الله سبحانه وتعالى بها.
نعم فعلا جزاك الله خير. طيب معلش حتى الوقت نقترب لا نقترب من نعم. من وقت الدعاء يعني اكيد هو كل لحظه يعني لا يحتاج الله عز وجل الى موعد لان نعم. ندعوها فيها، ولكن في بعض الاوقات مستحبه في ان يكون فعلا الانسان في خلوه مع الله عز وجل نعم. ليدعو دعاء، فهي ما هي هذه الاوقات؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرضوا لنفحات الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله في دهره نفحات فتعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى. من أداب الدعاء أن تتحين الأوقات والأحوال الشريفة، هناك أوقات وأحوال شريفة يستجاب الدعاء فيها نختصرها وهي كثيرة. من الأحوال السجود، واسجد واقترب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقمين يعني جدير استجاب لكم. بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن إلى أن تقوم الساعة القيامة الله أكبر أن تقوم الصلاة نعم اللهم سلم سلم يا رب إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة الدعوة استجاب الدعاء. كذلك الصائم نعم دعوة الصائم ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن، دعوة الصائم عند فطره أو دعوة الصائم في صيامه، دعوة المسافر، دعوة المريض، دعوة المظلوم، دعوة المظلوم. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حديث صحيح واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويروى وروى البخاري في صحيحه أن امرأة شكت سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هذا صحابي مبشر بالجنة، قالت أنه أخذ من أرضها شيئا، فسعيد بن زيد قال لها اتق الله كيف أخذ من أرضك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض يعني ظلما طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة، يا الله اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في بيتها في دارها. قال الراوي والله عميت في آخر زمانها وهي تتلمس على الجدران، سقطت في بئر لها فكان قبرا لها. والإنسان يتقي دعوة المظلوم خاصة إذا كان الإنسان ظالما لأناس كثر يدعون عليه في الليل وسهام الله لا تخطئ. نعم سبحان الله. يذكرني المخرج بالمطر ما شاء الله يتابع معنا اللهم عافنا يا رب. الدعاء مستجاب عند المطر، الإنسان عند خاصة إذا كان ينزل المطر يدعو للناس ويدعو للأمة ويدعو لبلدنا أن يحفظه. كذلك من الأدعية المستجابة ذكرناها في حصة مضت دعوة الوالد الوالدين مستجابة على أو لي على الوالد أو له بالخير فاتقوها عليكم. نعم أيضا من الأيام الشهور المستجاب فيها الدعاء شهر رمضان، شهر رمضان نعم. من الأيام يوم عرفة، من الليالي العشر الأواخر وبالضبط يوم ليلة القدر، ليلة القدر نعم. من الساعات ساعة في الجمعة اختلف العلماء فيها، قيل هي عندما يصعد الإمام إلى المنبر إلى أن تقام الصلاة نعم. وقيل هي آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. طيب لك آخر دقيقة ولك أن تدعو لنا بها. أنا بشرط بالصح نزيد على الدعاء مزيل لا معلش إن شاء الله نواصل في الدعاء إذا أردت في ذلك. من الآداب أيضا نعم. أن تدعو الله عز وجل باسمه الأعظم سبحانه، قيل هو الرب وقيل نعم. هو يا الله، وقيل في أحاديث صحيحة هو الذي ندعو به إن شاء الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. يا رب اللهم إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم إنك تقول للشيء كن فيكون. اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بلادنا، اللهم من أراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله في نفسه، واجعل اللهم كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل الأمن يزخر في بلادنا وفي بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، جزاك الله خير. آمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، كل دعاء محجوب إلى أن تذكر الصلاة عليه. اللهم صل. الله جزاك الله بارك الله فيك، ونواصل إذا أمكن يعني إن شاء الله بطلب منك طبعا في موضوع الدعاء الأسبوع المقبل بحول الله تعالى، لأنه باب واسع وواسع جدا، لأنك مع الله عز وجل
وجل وطبعا ومن غيره يسمع ويكون قريبا ومجيبا لدعواتنا. إذن ما زلنا وإياكم مشاهدين الأفاضل، والآن مع ركن فاتبعوني، بعده نلتقي وإياكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. جاء بعض الصحابة الكرام يسألون أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أم المؤمنين في كل بساطة وبكل عمق وتأثير: ألستم تقرؤون القرآن؟ قالوا: بلى. قالت: فإنه كان خلقه القرآن. القرآن أيها الأحبة معاشر المؤمنين والمؤمنات كتاب هداية أرسله الله عز وجل إلي وإليكم مع خير الرسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المحامد التي وردت في كتاب الله تعالى ليكون بذلك قدوة لي ولكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خلقا محمودا ورد في كتاب الله تعالى إلا اتصف به وتحلى به. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أكرم الناس جودا بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يدارسه جبريل عليه السلام القرآن، فهو أجرى بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، يعفو عند المقدرة صلى الله عليه وسلم. اخترط أحد المشركين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نائما في القيلولة عائدا من سفر جهادي مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اختطف أو اخترط هذا المشرك سيف رسول الله، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالرجل يحمل السيف، فقال له: من ينجيك مني يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم في كل يقين وثقة وهدوء: الله. فدب الرعب في قلب الرجل فسقط من يده السيف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في كل هدوء: من ينجيك مني الآن؟ فقال: كن خير آخذ. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وأكرم الناس وأصدق الناس حديثا حينما جمع سادة قريش يخبرهم بأن الله عز وجل قد بعثه إليهم نبيا ورسولا. قال لهم حينما جمعهم: إني سأخبركم بأمر عظيم. فقالوا له: ما جربنا عليك الكذب قط. لم يكذب صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. هكذا أيها الأحبة معاشر المؤمنين، كل الأخلاق الكريمة التي وردت في كتاب الله عز وجل تمثلها النبي عليه الصلاة والسلام. كان خير الناس لجيرانه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. كان له جارا يهوديا فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، وكان شابا فنظر إلى أبيه فأشار إليه أبوه اليهودي أن اتبع أبا القاسم، فشهد ذلك الرشاب أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فثم بعد ذلك فاضت روحه
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذك بي من النار. كان صلى الله عليه وسلم يقري الضيف كما شهدت له بذلك أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، ويصل الرحم ويعطي المعدوم ويغيث الملهوف. ما كان صلى الله عليه وسلم يتأخر عن إغاثة أحد، فقد جاءه أحد يستغيثه بأن أبا جهل قد ماطل عليه في دينه، وقد أرسله إليه سادة قريش يظنون بأنهم سيتفكهون بهذا الموقف حينما يبعثون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في مكة، دعوته لم تنتشر بعد، يبعثونه إلى أبي جهل يطالبه بقضاء الدين. فما كان من محمد الشجاع الشهم إلا أن قام مع هذا الغريب الأعرابي ودق الباب على أبي جهل في قوة وقال له: أعطي هذا الرجل دينه. فرجع الرجل مرتجفا وقال: يا محمد امكث أمانك، امكث مكانك حتى آتيه بماله. فدخل وخرج وجاء للرجل بماله. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أخلاق القرآن. أعاننا الله تعالى وإياكم على الاقتداء بسيدنا رسول الله واتباع نهجه، ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا به على حوضه فنشرب من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ويشفع لنا شفاعة لا ندخل فيها أو لا تمسنا النار معها أبدا. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا الحبيب الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى ففيها بركة وفضل كبير وشفاعة يوم القيامة بإذن الله تعالى، فاللهم لا تحرمنا من شفاعة حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإياكم مشاهدينا الأفاضل مع آخر ركن اليوم وفي قصصهم عبر بعض الفاصل. نحييكم مجددا مشاهدينا الافاضل، ونحيي ايضا باسم جميعا استاذنا الفاضل زهير فارس دائما في هذا الركن في قصص معبره. اهلا ومرحبا بك استاذ. مرحبا بك الاخت الكريمه. اهلا، وطبعا نتشوق لمعرفه بقيه قصه سيدنا صالح عليه السلام. نعم. طبعا في اليوم في عددها الثالث اظن. نعم. في القصه. نعم تفضل. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل دائما في هذه القصة الماتعة التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى من ضمن القصص القرآنية التي ما ورد ذكرها في القرآن الكريم طبعا إلا لنأخذ منها العبر والدروس والعظات. كنا قد توقفنا في الحصة الثانية من هذه القصة عند المعجزة التي أيد الله تعالى بها سيدنا صالحا عليه السلام، ألا وهي الناقة. نعم. والتي ورد ذكرها كثيرا في القرآن الكريم، فتقريبا كلما ذكرت هذه القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وذكرت معها هذه المعجزة العظيمة التي أيد الله تعالى بها سيدنا صالحا عليه السلام مع قومه حينما كذبوه وحينما صدوا تلك الدعوة التي دعاهم فيها إلى المولى سبحانه وتعالى. ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات، نذكر منها على سبيل الذكر فقط قوله تعالى: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. بعدما تلك السلسلة الدعوية التي وجهها سيدنا صالح عليه السلام لقومه حتى يؤمنوا بالله وحتى
يوحدوه وحتى يدعوا تلك الأوثان وتلك الأصنام وتلك الإدعاءات أو الشبهات التي كانوا يعبدونها من غير الله سبحانه وتعالى. أكيد أن هؤلاء القوم قد طلبوا من سيدنا صالح عليه السلام معجزة تصدق دعواه، لأنهم اتهموه بالبشرية واتهموه بعدة تهم سوف نذكرها فيما بعد، فأيده المولى سبحانه وتعالى بهاته المعجزة والآية العظيمة البينة، ألا وهي ناقة الله. فأخرج المولى سبحانه وتعالى لهم ناقة من صخرة عظيمة في جبل، فرأوها بأم أعينهم، أخرجها من غير أب من غير أم، خلقا مطلقا هكذا جملة واحدة. فعوض أن يؤمن قوم سيدنا صالح عليه السلام وهم ثمود بهذه الآية العظيمة، ولكنهم كذبوا بها على غرار بقية الأقوام التي كذبت توصل المولى سبحانه وتعالى. وهذه الناقة فيها نوع من التفصيل في هذه القصة الكريمة، وتفصيلها أن سيدنا صالح عليه السلام قد طلب منهم بعضا من الأمور. أول هذه الأمور أنهم يتركوها تأكل في أرض الله، ترعى ما شاءت أن ترعى في هذه الجنات التي وهبها المولى سبحانه وتعالى لقوم ثمود. وكذلك قال لهم بينكم وبين هذه الناقة قسمة في الماء. قسمة في الماء يعني ثمود يشربون في يوم معين، ثم في اليوم الذي يليه يكون دور هذه الناقة حتى تشرب من المعين ومن العين التي كان يشرب منها ثمود. وسبحان الله، كانت هذه الناقة تشرب نفس الكمية التي يشربها جميع قوم ثمود بما فيهم هم، بما فيهم أنعامهم، بما فيهم كل ما يملكون من يعني من عتاد ومن حيوانات إلى غير ذلك. فكانت هذه معجزة في الحقيقة، أن هذه الناقة البسيطة تشرب كمية كبيرة جدا من الماء. أين يذهب هذا الماء؟ كيف تشرب هذه الناقة هذا الماء؟ فهذا علمه عند المولى سبحانه وتعالى، وهذا من عين المعجزة التي تعجز الناس على الإتيان طبعا بمثلها. الماء قد طبعا هي قسمة بينهم، وقد وردت آيات قرآنية كثيرة في هذا، منها قوله تعالى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال سبحانه وتعالى في موطن آخر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ولكن ثمود لم يعيروا أي اهتمام لهذه الناقة، في الحقيقة هي بهرتهم بهذه المعجزة، ولكن التكذيب والصدود هو الذي يمنع من الإيمان بالمعجزات ومن الإيمان بما جاء به أنبياء الله ورسوله. الآن سيدنا صالح عليه السلام باختصار ما هي دعوته لهؤلاء القوم؟ كيف دعاهم؟ ما هي النقاط التي ركز عليها في هذه الدعوة؟ نذكرها هكذا تباعا. أولا بدأ بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي دعوة مشتركة كما نعلم جميعا بين الأنبياء جميعا، يدعونهم إلى توحيد الله وإلى تعظيم المولى سبحانه وتعالى وإلى التوجه له بالعبادة وبالإخلاص وفي جميع شؤون حياتهم. كذلك أخبرهم بأنه رسول من الله سبحانه وتعالى، ورسول أمين. ما معنى أمين؟ بمعنى هو يبلغ بأمانة حريصة وشديدة ما بلغه المولى سبحانه وتعالى وما أمر منه أن يبلغ قومه من طرف المولى سبحانه وتعالى. كذلك قال لهم وذكرهم بأنه لا يبتغي منهم أجرا، وإنما أجره على المولى سبحانه وتعالى، وهو يبغي أجر الآخرة على أجر الدنيا. قال تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذلك لفت أنظارهم إلى آيته البينة وهي الناقة، فقال سبحانه وتعالى ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، وفي آية أخرى فيأخذكم عذاب قريب. كذلك ذكرهم بالنعم التي أنعمها وأستلها المولى سبحانه وتعالى عليهم، وأنهم جعلهم سبحانه وتعالى خلفاء بعد قوم عاد، وبوأهم في الأرض ينحتون من جبالها بيوتا ويتخذون سهولها قصورا، وأمدهم بجنات نعيم. يعني كل هذه الأشياء
ذكرهم سيدنا صالح عليه السلام بأنها من المولى سبحانه وتعالى، والإنسان من واجبه أن يشكر الله تعالى على تلك النعم التي وهبها المولى سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم. ولكن الرد كان عنيفا، وكان الرد بالتكذيب وبالسخرية وبشتى أنواع الاستهزاء وبشتى أنواع الإعراض. فاتهموه أولا بالسحر، قال تعالى قالوا إنما أنت من المسحرين، كذلك اتهموه بالكذب، فقال سبحانه وتعالى في هذا الجانب بل هو كذاب أشر. أشر بمعنى اللجوج في الكذب، أي الذي يبالغ ويفرط في الكذب، فاتهموه بأنه يعني بصيغة المبالغة والتفضيل بأنه كذاب، يعني يكثر من الكذب، وهو يكذب على الله وهو يكذب عليهم كذلك. فقالوا كذلك، فيورد القرآن الكريم ما قالوه كذلك لسيدنا صالح، قالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وفي هذا نقف وقفة سريعة عند هذا الكلام الذي شهد الله سبحانه وتعالى عليه على قوم ثمود، فقالوا له قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قد كنا نراك من الصالحين، وقد كنت شابا عاقلا، كنا نطمح في أن تكون سيدنا في يوم من الأيام، وفي أن ربما كذلك في أن تعبد ما نعبد، وربما كنا نفكر أن نجعلك سيدا وأن نجعلك فينا مرجوا، فكيف الآن تأتينا بخبر من السماء وتسفه أحلامنا وتسفه آلهتنا وتدعونا إلى عبادة إله لا نراه وتدعونا إلى عبادة غير ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا؟ فكأنه قد خيب ظنهم سيدنا هود عليه السلام، أو عفوا سيدنا صالح عليه السلام. ولكن رد سيدنا صالح كان ردا صريحا، لأنه قد رأى أن الحق والباطل قد تصارعا، وهو الذي يمثل كفة الحق، وهو الذي يمثل كفة المولى سبحانه وتعالى. فرد عليهم بقوله في القرآن الكريم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا فعلا على بينة من ربي، يأتيني الوحي، قد اتصلت بي السماء، وقد أمرني المولى سبحانه وتعالى أن أبلغكم ما أقوله لكم من توحيد المولى سبحانه وتعالى ومن شكر نعمه إلى غير ذلك. ولكنكم، لاحظوا شيخ ربي، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، لأن الوحي هو رحمة من الله، وكذلك كان لا يعرف الله سبحانه وتعالى، كان لا يعرف هذه الأشياء، ولكن بفضل المولى سبحانه وتعالى ورحمته قد اختاره واجتباه وطلب منه أن يبلغ قومه هذه القيم وهذه الأخلاق، وآتاني رحمة من عنده، فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. أنتم تريدون أن أمشي معكم في الباطل، أن أراودكم، يعني أن أقول لكم أنتم على حق، ولكنني أعرف وأجزم جزما يقينيا وحقيقيا أنكم على باطل وأنا على حق، فإن مشيت معكم فمن ينصرني غدا من الله سبحانه وتعالى؟ فبدعوتكم هذه ما تزيدونني غير تخسير في الدنيا وفي الآخرة. بعد كل هذه السجالات التي وقعت بين سيدنا صالح عليه السلام وبين ثمود، يروي لنا القرآن الكريم أن ثمود قد قرروا أن يعقروا الناقة، أي أن يعني أن يقتلوها، وكان صالح عليه السلام قد حذرهم عفوا من فعل ذلك حينما قال لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، أو في آية أخرى فيأخذكم عذاب قريب، ولكنهم قرروا أن يعقروا الناقة، وانتدبوا منهم رجلا سماه القرآن الكريم في سورة الشمس التي نحفظها جميعا إذ انبعث أشقاها، انبعث بمعنى هو الذي رشح نفسه لأن يعقر هذه الناقة، وسماه القرآن الكريم أشقاها بمعنى أشقى ثمود، يعني هو أشقاهم لأنه هو الذي نفذ يعني بهذا الفعل، نعم هو الذي نفذ هذا الفعل الشنيع، وهو الذي خرج عن أمر الله سبحانه وتعالى، وهم الذين دعوه طبعا لعقرها. فالقرآن الكريم يثبت هذا فيقول فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ويقول في كذلك يقول في آية أخرى فكذبوه فعقروها، يقول في آية أخرى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. لاحظي هنا الذي عقر الناقة هو شخص واحد، هو هذا أشقى ثمود، ولكن المولى سبحانه وتعالى قد نسب هذا الفعل للقوم جميعا. لماذا؟ لأنهم سكتوا عن الباطل،
كذلك أمروا بهذا الباطل، وكذلك هم الذين انتدبوه وهم الذين شجعوه لفعل هذا الباطل والعياذ بالله. فعقروا هذه الناقة. بعد هذا العقر كذلك المولى سبحانه بمعنى عقروها بمعنى قتلوها، قتلوها يعني. نعم قتلوها حتى تفهم نعم. المعنى نعم يعني قضوا عليها نعم. كذلك القرآن الكريم يروي لنا جزئية في هذه القصة في سورة النمل، وهم التسعة رهط الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهم من كبار القوم ومن طغاتها ومن المتجبرين فيها، وكانت لهم كلمة مسموعة. فقد تآمر هؤلاء التسعة من الرهط أي من الرجال، تآمروا على قتل سيدنا صالح عليه السلام وأهله، فهم لم يجدوا حلا من أجل القضاء على دعوته. وهذا ما فعله كذلك وما أرادت أن تفعله كذلك قريش بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه. كذلك نجى الله سبحانه وتعالى سيدنا صالح وأهله. يقول القرآن الكريم وهو يروي هذا التآمر الذي وقع من هؤلاء التسعة رهط، فقالوا تقاسموا بالله. يقول رب سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله أي نقسم بيننا أننا سوف نقتل سيدنا صالح عليه السلام وأهله، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه بمعنى في الليل، لأن الناس من عادة الناس أنهم يبيتون في الليل بمعنى ينامون في الليل، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه بمعنى لقبيلته التي ينتمي إليها سيدنا صالح عليه السلام، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني قرروا أن يقتلوه وأهله في الليل، ثم يذهبوا إلى قبيلته أو إلى عشيرته ويقولون نحن ما شهدنا مقتل أهلنا، لسنا الذين فعلنا هذه الفعل الشنيعة وإنا لصادقون. وفي قولهم وإنا لصادقون دليل على أن كلمتهم كانت مسموعة في القوم، كانت لهم مكانة عظيمة في القوم. ثم الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم فعلا يعني خططوا في تلك الليلة أن يقتلوا سيدنا صالح عليه السلام، ولكن مكر الله سبحانه وتعالى دائما فوق مكر العباد، ونجى سيدنا صالح عليه السلام وانتقم من هؤلاء القوم جميعا ومن هؤلاء التسعة رهط. وكان في نهاية هذه القصة طبعا كانت ما يسمى بهلاك قوم ثمود بالصيحة التي أنزلها المولى سبحانه وتعالى، وعذبهم بعد عقرهم لهذه الناقة التي عقروها والتي قتلوها بعد ثلاثة أيام من هذا الفعل. قال تعالى وهو يبين لنا هذه الجزئية من القصة، فعقروها أي فقتلوها، فقال سيدنا صالح والذي قال لهم، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. بعدما عقروا هذه الناقة وبعدما كذلك قرروا أن يقتلوا سيدنا صالح عليه السلام وأهله، يأتي القرار الإلهي بعدما استنفذت جميع الوسائل التي استعملها سيدنا صالح عليه السلام مع هؤلاء القوم، وبعدما أن أوقع المولى سبحانه وتعالى حجته على هؤلاء القوم، لأنه بعث فيهم رسولا وبعث فيهم نبيا وآتاهم بآية بينة ألا وهي الناقة، وهم يعرفون كذلك أن هذا الإنسان لا يكذب، لم يكن كذابا ولم يكن سحارا بعد قبل بعثته ولا بعد بعثته. بعد استنفاذ كل هذه الوسائل يأتي القرار الإلهي بعد ثلاثة أيام، فيقول المولى سبحانه وتعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين أي في صباح اليوم الرابع. نعم بعد استنفاذ هذه الأيام فأتتهم الصيحة، والصيحة هي عبارة عن صوت مدوي قوي يبعثه المولى سبحانه وتعالى، فيعني ربما هو مشهد فظيع ومشهد عظيم وما لا نستطيع أن نصوره لا للناس لا. ولكنه مشهد يعني تقشعر له الأبدان، لأنهم هم من الأقوام الذين كذبوا الأنبياء والرسل، فبعث الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الصيحة في صباح اليوم الرابع. وكذلك يروي القرآن الكريم عدة تفاصيل في هذه القصة وفي نهاية هذه القصة، نذكر منها على سبيل المثال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر هو صاحب الحظيرة
التي يربي فيها الأنعام والحيوانات. والهشيم هو ذلك النبات اليابس الذي يدكه والذي يطحنه صاحب الحظيرة حتى يقدمه علفا إلى أغنامه وإلى حيواناته. فلاحظي كيف كان عاقبتها إلى هؤلاء القوم بعد هذا العذاب وبعد هذه الصيحة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على القوم. طبعا دائما ينجي المولى سبحانه وتعالى أنبياءه والذين آمنوا معه نجاهم سبحانه وتعالى. وفي مشهد أخير في هذه القصة يروي لنا القرآن الكريم ما قاله سيدنا صالح وما عقب عليه سيدنا صالح على هؤلاء القوم الذين كذبوه والذين اضطهدوه. فقال في النهاية قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، أنا بريء من هذا العذاب، لقد أبلغتكم رسالة ربي زيد ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبون الناصحين وممن ينتصحون وممن يتعظون بالقرآن الكريم وبسنة وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء جميعا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بارك الله فيكم وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وما يستفاد مع قصة سيدنا صالح ومع كل قصص الأنبياء كلهم أجمعين كما جاء ذكرهم في القرآن الكريم أنه دائما الحق ينتصر. نعم أكيد، لأن الحق معه الحق. نعم. طبعا الذي لا يغلب، وقل جاء الحق وزهق الباطل. وزهق الباطل بالفعل. نعم. والحق دائما هو أولى بأن ينتصر لأن الله حق وهذا أمره، فمن بغى على غير ذلك فأكيد سيكون العكس. اللهم سلمنا إن شاء الله من أي عذاب أو من أي يعني عذاب قد يصيبنا إن شاء الله، ويسلمنا ويسلم بلادنا، آمين يا رب العالمين. آمين. جزاك الله خير إن شاء الله. شكرا لك سيدنا على ما تفضلت به، وأكيد ننتظر قصة جديدة إن شاء الله الأسبوع المقبل. سوف نعرج على قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وطبعا في قصته كل المتعة. أتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا معنا الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. إلى ذلك من الحين تقبلوا تحيات كل الفريق الذي خدمكم على أو في هذا اليوم الخميس الطيب المبارك، ونسأل الله دائما أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه وقد وفقنا في اختياراتنا، ولكن دائما الوفاء منكم هو الذي نتمناه في الأول والأخير. على الحب التقيناكم وعلى الحب نفترق، عسى الله أن يجمعنا وإياكم في لقاء قريب دائما في جزائر الخير، جزائر المحبة، في جزائر الأمان، في جزائر الأمن والاستقرار. دمتم سالمين في أمان الله.